لماذا ضحيتم بوزيرة الإعلام السابقة دكتورة دورية شرف الدين في اللحظات الأخيرة، مع أنها كانت تعمل حتى اللحظات الأخيرة وكان الشائع أنها باقية، ثم فجأة تم التضحية بها؟ لماذا؟ لا، لم نضحي. الدكتورة دورية شرف الدين محل احترام للجميع، وأدت بكل جهد رائع أثناء منصبها، ولكن الدستور بيقول إن وزارة الإعلام إن هيحل مكانها مجلس وطني للإعلام، وإن وزارة الإعلام، وإحنا قلنا قبل كده إن الدكتورة دورية شرف الدين لو تفتكر هي آخر وزيرة للإعلام، وقلنا بنبتدي طالما بقى في إصلاح لجميع المفاهيم وجميع يعني إصلاح اقتصادي، إصلاح إعلامي، إصلاح سياسي، إصلاح فترة إصلاح، بنبدأ بقى بالطريق الصحيح. لكن ما تحطش وزارة وانت عارف كويس قوي ان الوزارة دي مع المنظومة الجديدة مش موجودة. لا، لكن استبعادها لا يتعلق استبعاد. لا، دي هي مسار بأداء أداء محترم، وهي وزيرة الحقيقة أنا شخصيا وكلنا بنكن لها كل الاحترام وكل الود، لأنها فعلا أدت بأداء متميز وجهد كبير جدا، لها كل الاحترام. يعني ربما تكون من الأسباب موضوع العقد اللي تم ما بين التلفزيون وإم بي سي، اللي تحدث عنه البعض أنه يهدد الأمن القومي وأنه بمثابة. لا أساس لهذا الكلام، لا أساس لهذا الكلام، ده مذكرة تفاهم ولا أكثر ولا أقل، ولكن لا أساس، يعني مش عايزين نربط دي بدي إطلاقا. طب ليه بعض القنوات الفضائية الخاصة غاضبة من التعاقد بين التلفزيون وبين الام بي سي؟ يعني قد يكون هناك تضارب للمصالح، او لكن يعني احنا عارفين كويس قوي ان الدكتورة درية ادت دورها، وان الاعلام المصري سنسانده وسنقف بجانبه، وان على ايضا القنوات الخاصة ان تعترف ان الاعلام المصري هو المصدر الحقيقي لكل الخبرات اللي شغالة عندهم، وان الاعلام المصري هو الاعلام الرسمي وبنسانده واذا كان هو كان في فترة يعني عايز نوع من الإضافات أو من تصحيح المسار، نحن له بإذن الله. طيب، لكن هذه المذكرة التفاهم يعني أنت راض عنها وشايف أنها لا تهدد الأمن القومي؟ لا تهدد، بتدرس، هي مذكرة تفاهم وبتدرس، ومش هنعمل أي حاجة لا ضد الأمن القومي ولا ضد مصلحة بلدنا،